7 ومعايا بنت تانية كانت طفلة. ازاي سابت العيال معاك وجاتني؟ هي ما بتخرجش الا بتاخد العيال. قال له اهو كده. قلت له طيب انا صدقت البنت استنى ان هي تيجي او كده. بقينا نلف عليها ورحنا المسرحه ندور، قلنا يكون ميته على الطريق. دورنا في المسرحه ودورنا هنا وقلبنا ما خلناش ولا حته، مش لاقيين. على مدار 6 سنين بندور. ما قالش ان حصل بينهم وبين بعض مشاكل؟ مشاكل هو كان مرافق واحده. الخناقه مرافق واحده كانت هي بتجيله، كانت مثلا تيجي تقعد معايا هنا من الصبح لاخر النهار بالعيال. كانت الواحده دي اسمها ايه؟ اسماء. قلت اسماء مرتين. كانت تطلع له الشقه عشيته يعني. عشيته ايوه عليك نور عشيته. قبل ما تغيب اسبوع او 10 ايام اسماء دي جت عندنا هنا البيت. رحنا دورنا عليها وما لقيناش. رحنا عملنا محضر في اسم الوراق، ما وصلناش لحاجه برضه. قعدنا ندور في الاقسام، في المستشفيات، في مديريه امن الجيزه، في مديريه امن القاهره. دخلت انا مشرحه زينهم، بدور في الجثث هناك في المشرحه وكده، طبعا ما وصلناش لاي حاجه. المهم جينا من 5 6 شهور كده او اقل، لنا حسام كنا لسه برضو بندور وعمالين نسال طب هي ممكن تكون راحت فين كده. كنت بتكلم انا وخالته اللي هي اختي، وقام قال لنا ما تدورش عليها الوقت. ليه يا حسام انت تعرف حاجه؟ ما تدورش عليها وخلاص. المهم فضلنا وراه. طبعا الواد كان عايش مع ابوه وكان خايف منه وكده، ما كانش عايز يتكلم. فضلنا وراه لغايه ما واحده اتكلم معانا. قال ابويا اعترفش. طب انت ليه بتقول كده؟ قال انا عارف كل حاجه وابويا اعترفش. قعدنا برضه وراه لغايه ما ايه. طبعا الموضوع ده ما جاش على مره واحده، ما حكاش على مره واحده. جه قال الاوضه فضلت مقفوله 3 4 ايام وطلعت ريحه جامده. وبنا نسال ابويا في ايه الريحه دي طالعه منين؟ قال لهم في فرمايه الجو. وبصيت من العلم بتاع الباب لقيت في دم والمراتب متشالة ومتحطة زي ما تكون حاجة محطوطة تحت السرير. عاوز اقوله طول اللي عمله فيا ده هيتعمل فيه تاني، عشان تنبيهات يضربني ويحبسني في البلكونة في عز الشتاء هيحصل في نفس الموضوع ده. وعاوز اقوله انا التلمل تنبيهات دول يقولنا واحنا بيضربنا بيقول لنا انا مش عاوزكم وغوروا من هنا. ورحنا تنبيهات يطوني في الحتت البعيده، قعد يطوني في الحتت البعيده عشان ما اقعدش اقول للناس وانا صغير. بقعد اقول للناس الكلام ده.